مش كثير مقتنعة بجاي تيهان. المنطقة كمان اللي كنت فيها بغزة ما كانت سهلة، كنت كثير خايفة على الأولاد، فأنت ما بين نارين. الآن؟ الآن أنا بدور بين الناس، بس بتعرف أنت شايف آلاف آلاف الناس اللي موجودين، إن شاء الله بنلاقيهم إن شاء الله. الذل اللي احنا قاعدين بننزلها هذا اصعب شيء. احنا طبعا اصحاب قضيه واحنا لازم ندفع ثمن هذا الموضوع. انا طلعت عشان اولادي وعشان امان اولادي، ولكن صراحه ما كان لازم نطلع من بلادنا ولا نطلع من بلادنا. كل ثانيه كانت صعبه كثير لإلي، بس بقول متى بدي اصعد؟ هل راح اصعد؟ مصطفى، هل انتهى الكابوس؟ لا طبعا لا، يعني هو الجنوب امن مش امن الجنوب، بس حوالين بيتهم وصل الجيش، انا هي اللي خلاني اجيبهم. الو، ما فيش مكان امن. نعم بابا حبيبي، يلا وصلنا يا بابا، ان شاء الله يا رب يكون في مكان امن. بس بني آدم ممكن يتحمل هذا الاشي إلا المؤمن إنه في آخر الطريق في ضوء، وإحنا ماشيين ناحية هذا الضوء، وأتمنى إنه الضوء هذا يكون بصالحنا ويكون لإلنا.